ناخد برضو الرؤية الشرعية لهذا الأمر، لأنه مهم، وده أمر يعني في فقه النوازل في حاجات بتستجد دكتور طلال وبتتكلم تبقى محتاجة حكم يبين للناس هذا الأمر. هل البيتكوين ده مبدئيا كده حلال ولا حرام؟ بيقع في نطاق المقامرة والغرر والبيع بالغرر وما إلى ذلك، ولا هو أمر نازل يحتاج إلى مزيد دراسة ومزيد بحث لإبداء الحكم الشرعي فيه؟ شكرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. في الحقيقة أنا لست أهلا بالإفتاء هنا، لكن أنقل لكم ما قيل في هذا الشأن. فهي القصة عموما لتبسيط الأمر للمشاهد، في 2008 تم اتخذ قرار إنشاء هذا البيتكوين من طرف مجموعة يعني عاملين في المجال المعلوماتي بسبب يعني الأزمة المالية ونقص الثقة في النظام المالي المركزي عموما. ونرى من جديد يعني مع الأزمات المتتالية أن الأنظمة يعني تضخ أموالا باهظة وهائلة تخلق من شبه لا شيء، يعني يسمى هذا في الاقتصاد خلق الائتمان. فهذه العملة المشفرة مبنية على تقنية البلوكتشين، وتقنية البلوكتشين هي يعني فيها مزايا كثيرة متعدية لهذه العملة. فالعملة جزء من ما يمكن استعماله في البلوكتشين، لكن البلوكتشين هي فقط تخزين للمعلومات، عوض أن تكون المعلومات مثلا مخزنة عند بائع معلومات أو مثلا شبكة تواصل أو مثلا يعني شبكة بحث معروفة في العالم. فالمعلومات تخزن في كمبيوتر أي شخص يعمل على التعليم. ولذلك فالأمر هو يبدو معقد، لكن من ولج هذا الأمر بحثيا وعمليا فيجده يعني من الأشياء المتناولة. لكن الذي يظهر حسب تاريخ المسألة وتاريخ تطور الأسعار أن جل يعني الأغلبية الساحقة لمن يعمل في هذا المجال يعمل من باب المجازفة، يعني لا نقول المقامرة، لأن القمار يعني مسألة شرعية، وإن قلنا قمار فهو حرام، لكن نقول أن المسألة هي من باب المجازفة بالإنجليزية speculation، وهي تعني أنك تشتري شيء يعني وتنتظر زيادة باهظة في ثمنه لإعادة بيعه لا لاستعماله. فالبيتكوين فيه شقين. طب إيه الفرق بينه وبين فكرة العملة؟ ما برضو يعني واحد يقول لك أنا مثلا بأحتفظ بالدولار أو باليورو أو بأي عملة أو الذهب حتى انتظار أن ترتفع قيمته، إيه الفرق هنا بين ده وده؟ طيب، هذا الارتفاع الاحتفاظ بالعملة ليس من باب المجازفة وليس speculation، بمعنى لا تشتريها من أجل يعني إعادة بيعها بعد مدة قصيرة لارتفاع ثمنها، بل تشتريها ربما لخزانة القيمة. فالذين يعملون في البيتكوين عموما هم يستثمرون من أجل المجازفة. لكن هذا كما لو قيل مثلا هناك دولة جديدة لها عملة جديدة وتهافت الناس على شراء عملتها، فهل تهافت الناس على شراء هذه العملة يجعلها حراما؟ الإشكال هنا، وهنا أحيلكم على البيان للمنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي الذي صدر وأعطى آراء الجواز وأعطى وآراء المنع وناقشها ليوضح يعني مقتضياتها. فهناك الكثير من العلماء الذين يتبعون يعني السلطات المركزية أفتوا بحرمة هذه المعاملة، وبعض العلماء أفتوا بجوازها بناء على أصل الإباحة، وكما يعني كما ورد عن مالك، عن الإمام مالك رضي الله عنه: لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسفوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة. فالإمام مالك افترض أن جلود البعير التي لا قيمة لها تقريبا لو قطعت قطعا أن تجري مجرى النقود، فلو صارت هذه لها مجرى النقود وتعامل الناس بها تعاملهم بالنقود لكره بيعها بالذهب نظرة. لماذا؟ لأن بيع العملات في الإسلام والنقدين الذهب والفضة يكون ناجزا، بمعنى يكون يدا بيد في المجلس لا تأجيل فيه. وهذه المسألة
تظهر لنا أن الفقه الإسلامي يعتبر حوادث جديدة أو نوازل جديدة ممكن أن تصبح نقود، وهذا وقع في التاريخ. فبعض بعض الشعوب كانت لها يعني بعض الأحجار تستعملها كنقود، وبعض الشعوب طيب استعملت. حتى لا ندخل في تفريعات كثيرة، إذن إحنا أمام مسألة البيتكوين تحديداً في وضعها الحالي، في صورتها الحالية، وبالمناسبة في دول بتعترف بيها، يعني في اليابان مثلا بتقرها، في وضعها الحالي البيتكوين حلال أم حرام قولا واحدا يعني؟ أو يعني هناك آراء متفرقة للعلماء نظرا لفهمهم للمسألة، فبعض العلماء يعني أفتوا بحرمتها، وبعضهم أفتى بجوازها، وبعضهم توقف. لماذا؟ لأن في المسألة يعني هناك شقان في المسألة، الشق الأول بنية البيتكوين، والشق الثاني ماذا نتج عنه. في الشق الثاني نجد أسعار متذبذبة وغموض ومجازفة، وناس فقدوا أموالهم، وناس أصبحوا يعني أغنياء، ويعني أشياء غير مستقرة لا تتناسب مع قضية العملة. وفي الشق الأول بنية البيتكوين، أي أنه مجموعة معلومات مخزنة في يعني كمبيوترات على الصعيد العالمي، يصعب أو تقريبا لنقل من الشبه المحال اختراق هذه المسائل في البلوكشين. فهذا يقول أن البنية يعني لا شيء فيها، فهي مع أصل الإباحة، وبالتالي لا يمكن تحريمها. كما يقول البعض، البيتكوين يستعمل في شراء المحرمات، مثلا مواد محرمة أو ممارسات محرمة، لكن كذلك نشد على الدولار الذي هو العملة الرسمية. صحيح، ما ينطبق عليه يسري على غيره من العملات، لكن أنت ما فهمته دكتور طلال أنه الحكم الفقهي مختلف عليه، فريق يجيز وفريق يحرم. معقدة، فالحكم الفقهي هذه مسألة نازلة معقدة توقف فيها بعض العلماء. وكما قلت لأنهي النقطة، فالدولار نجد فيه 98% من ورقات الدولار فيها أثر حشيش، يعني فيها أثر المخدرات، فهل هذا يجعل الدولار حرام؟ فالفرق الجوهري بين البيتكوين والعملات هو التالي، هو أن العملات الحالية يعني هي مبنية على ديون ربوية تصدرها يعني البنوك المركزية، والبيتكوين مبني على هذا التعدين الذي هو مبني على عمل، بمعنى أن كل معاملة توثق من قبل العديد من الكمبيوترات موزعة في العالم، يصعب اختراق هذا، لكن في التعدين يتم إعطاؤهم يعني بيتكوين كجائزة، وهذا الذي يدفع يعني الناس للتعدين للمحافظة على